بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في سلسلة المحاضرات الزراعية، والمحاضرة الثانية عشر، والسؤال اللي حليناه نفسنا: هل معامل المحصول لكل مرحلة ستيج هو نفس قيمة معامل المحصول الشهري الكيسي بير مونث؟ هاي المحاضرة راح تكون موجزة، ولكن فيها نوع من الشمولية. راح نتعرف من خلالها على شنو هو معامل المحصول الكيسي، وشنو الهدف من حسابه، وما هي مراحل نمو المحصول، وكيفية احتساب معامل المحصول الشهري، وأيضا راح نتعرف على تبخر المحصول المرجعي الإيتينوت، وحساب المعدل الفعال للأمطار البي إي الشهري، وحاجة المحاصيل للمياه والإي تي سي الإيفابوترانسبيريشن أوف كروب، واحتياجات مياه الري المطلوبة للمحاصيل الزراعية اللي هي irrigation water required. ثم نشوف انه قيمة الكيسي، وراح نجي نشرح شنو الكيسي، تتغير مع الفترة الزمنية لنمو المحصول. فما هو الكيسي؟ الكيسي هو عبارة عن بارامتر لا بعدي dimensionless يمثل العلاقة او النسبة بين قيمة التبخر نتح الحقيقي للمحصول إلى قيمة التبخر النتح القياسي الـ ETC مقسوم على الـ ETNOT. هذا هو باختصار. مثل ما نشوف هنا، طبعا عندنا بالشكل الكروب ET versus reference ET، يعني الـ ETC مقابل الـ ETNOT الـ ETNOT والرفرنس. الكروب ET اللي هو مقصود به الـ ETC or ETC or أو الـ Evapotranspiration of Crude أو قيمة التبخر النتح للمحصول. ما هو الهدف من حساب معامل المحصول؟ طبعا مثل ما نعرف أنه معامل المحصول يدخل كبارامتر أو عنصر في كثير من الحسابات في عمليات الجدولة، اللي طبعا تتضمن تخطيط وتصميم الري والإرريجيشن مانجمنت أو إدارة الري، وبالتالي الإرريجيشن بلانينج أو ما يعرف بجدولة الري بالوقت المطلوب لري المحاصيل. هذا راح نشوفه من خلال مثل ما عرفنا من المحاضرات السابقة اللي نوهنا عليها كثير، بأنه المحصول عندما يبدأ بالزراعة من تاريخ الزرع حتى نهاية الحصاد يمر بعدة مراحل. هذه المراحل بشكل إجمالا ممكن نقسمها إلى أربعة مراحل نمو، وهي المرحلة الأولية أو الانشير ستيج اللي نشوفها هنا، واللي يغطي بها النبات 0% في البداية من المساحة، بعدين يبدي يكبر ويبدي ينمو بشكل تدريجي ضمن المراحل المتلاحقة اللي تليها طبعا مرحلة تطور المحصول أو الكروب ديفلوبمنت، وبهاي الفترة اللي تأتي مباشرة بعد مرحلة الانشير ستيج، حتى يصل إنه النبات يبدأ يغطي جزء الأرضي، يعني الأوراق والسيقان تبدأ تغطي بحدود من 70 إلى 80%، ولكن هذا لا يعني بالضرورة إنه المحصول وصل إلى أقصى ارتفاع، لأنه تتبع حسب المحصول يكون ارتفاعه كبير ومحصول يكون ذات ارتفاعات قصيرة عن سطح الأرض. مرحلة منتصف الموسم أو الميد سيزن ستيج اللي هي هذه، طبعا اللي يصل بها المحصول إلى أقصى قيمة وأكبر تغطية، طبعا يبدي فتبدي النسبة من 70% حتى توصل إلى 75% للغطاء النباتي لسطح التربة. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة الليت سيزن أو مرحلة نهاية المحصول، واللي طبعا تمثل لي تبدأ هاي الفترة في نهاية منتصف الموسم، يعني منها تبدي لاحظ حتى ويبدي المحصول بالنضج والنمو إلى أن يستمر إلى آخر فترة الحصاد. وطبعا مثل ما نعرف أنه فترة الميد سيزن هو النبات يبدي بالتزهير و حمل الثمار، أو يبدي ينضج المحصول حسب نوع المحصول، طبعا حنطة شعير باكية وغيرها.
كل محصول له طبيعة معينة. طبعاً راح نأخذ مثال على محصول الجزر، نشوف فترة النمو الحد الأدنى، طبعاً هسه راح نشوف جدول بعد شوية، هو الفترة الكلية النمو المحصول هي 100 يوم، وهي الفترة تتوافق مع فترة النمو في المراحل على الأربع مراحل. المرحلة الأولية حتكون 20 يوم الانشيال ستيج، ومرحلة الديفلوبمنت تطول 30 يوم، والميد سيزون 30 يوم، والليت سيزون تكون مدة 20 يوم. فإجمالي عدد الأيام راح يكون 100 يوم، ولكن هاي الفترة ممكن إنه تصير فيها زيادة أو نقصان حسب طبيعة الظروف، حسب طبيعة التربة، حسب المكان المزروع به النبات، ممكن تزيد إلى 120 يوم. راح تكون بالشكل التالي: 25 يوم للانشيال ستيج، والديفلوبمنت 35 يوم، والميد سيزون هي 40 يوم، والليت سيزون هي 20 يوم. فيكون الإجمالي أو التوتال أوف دايز أوف جروينج دايز 120 يوم. هذا جدول ينطينا تفاصيل لعدد من المحاصيل الزراعية وفترة النمو الإجمالية بعدد الأيام طبعاً، وهذا ينطيني الفترة الأولية للنبات يعني الانشيال ستيج، وينطيني الديفلوبمنت ستيج فترة نمو وتطور المحصول بعدد الأيام، فترة الميد سيزون أو فترة منتصف الموسم مثل ما نشوف هذه. أنا طبعاً هذا أيضاً عرضته سابقاً في منشور في التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة، والفترة الأخيرة هي فترة آخر الموسم. أيضاً لاحظ أنه كل محصول إلى فترات زمنية متقاربة أو تختلف نوعاً ما عن المحصول الآخر. الشيء الآخر اللي نتعرف عليه هو معامل المحصول أو الكيسي اللي حكينا عليه بشكل مختصر. طبعاً هاي النقطة المهمة إنه لكل ستيج أكو كيسي لها معامل محصول معين. فإذا هذه المراحل الأربعة تكون لها قيم مختلفة من قيمة الكيسي. فنشوف هنا عندنا هذا الجدول مثل ما نشوف، هذا مجموعة من المحاصيل الزراعية، فهذا الكروب تايب أو كلاس، وعندنا الكيسي للإنشيال ستيج. طبعا دائما قيمة الكيسي في الإنشيال تكون صغيرة، قيمة صغيرة، ثم طبعا بدون وحدات. فقيمة الكيسي في الكروب ديفلوبمنت ستيج أو مرحلة تطور المحصول تكون أكبر، وأعلى قيمة تصل الكيسي هي مرحلة الميد سيزون ستيج، وبعدين يبدي بالانخفاض. وهذا السبب ليش يبدي بالانخفاض، ليش يبدي بالزيادة وبعدين يرجع بالانخفاض. يبدي بالزيادة مثل ما قلنا انه النباتات تبدأ تكبر، بمعنى صار عندها اوراق، عدد كبير من الاوراق، سيقان كبيرة. فاذا عملية التبخر النتح من سطح الاوراق والسيقان نسبة الى قيمة النتح القياسي راح تزيد، فهذه النسبة راح تزيد. فأعلى زيادة به لما يصل المحصول إلى أعلى طول أو ارتفاع عن سطح الأرض وأكبر تغطية على سطح الأرض، فقيمة التبخر النتح الحقيقي إلى قيمة التبخر النتح القياسي هتكون أعلى قيمة. فلذلك نشوف هذه القيم هي أكبر في مرحلة الميد سيزون ستيج قيم الكيسي. و بالفترات الأخيرة يبدي أن النبات أوراقه تذبل، فترة الرياض راح تتباعد، فقيمة الكيسي أو قيمة التبخر النتح الحقيقي إلى القياسي راح تكون أقل، وبالتالي قيمة الكيسي راح تصير عندنا أقل. سادي للتوضيح راح ناخذ مثال لمحصول ما في هذا الجدول، نعطينا الظروف فترة الاستزراع الشهرية تبدأ من الشباط تنتهي بشهر جون، ومنطينا الـ ETC والكروب الشهري المليمتر لكل مون هذه القيمة، ومنطينا قيمة هطول الأمطار الـ P أو Rainfall أيضا بالمليمتر لكل شهر. هاي القيمة ما نشوفها أريد نسوي نحسب قيمة الـ Water Requirement لهذا المحصول، وأيضا حتى نتعلم على طريقة حسابات الـ Rain الـ Effective Rain أو هطول الأمطار الحقيقي أو الفعلي. طبعاً المعادلة شو تقول لي؟ نحسب هطول الأمطار الفعال لكل شهر باستخدام إحدى هاتين الصغيرتين. إذا كانت قيمة هطول الأمطار الكلية أكثر من 75 ملم كمعدل شهري بالشهر، فنستخدم العلاقة الـ P effective أو الـ effective rainfall تساوي المعادلة مالته
0.8 مضروب في قيمة الرينفول مطروح من عنده 25. لكن إذا كانت قيمة الرينفول أقل من 75 ملم كمعدل شهري، راح المعادلة اللي نستخدمها هي الإفكتيف رينفول أو الـ PE تساوي 0.6 مضروب في الرينفول البين ناقص 10. خلينا نجي نطبق هذه المعادلة على هذا الجدول. نريد نحسب احتياجات مياه الري لهذا المحصول بغض النظر عن نوعه على أساس وحدات زمن لكل شهر ومن ثم لكل يوم. على سبيل المثال لو نأخذ شهر فبروري، راح نشوف الرينفول 20 ملم، فهو يكون أقل من 75 إذا راح نستخدم المعادلة الأولى اللي هي بي تساوي لي هنا طبعا عندي بوينت، هذه المعادلة الثانية أقل من 75 0.6 ناقص 10، نعوض 20 ونطرح بيطلع عندي الإفكتيف رينفول هو 2 ملم بالشهر، بمعنى أنه الرين هو الرينفول عندي أقل من 75 ملم بالشهر. لكن لما نجي هنا طبعا شهر ماي على سبيل المثال كان معدل الشهر لطول أمطار هو 80 ملم، فنجي نطبق طبعا المعادلة. إذا هنا المعادلة الأولى إذا كان القيمة أكبر من 75 فنستخدم هاي الصيغة اللي هي الـ PE أو الـ Effective Rainfall يساوي لـ 0.8 مضروب في الـ Rainfall ناقص 25، فيطلع عندنا 39 ملم خلال الشهر. ليش؟ مثل ما قلنا الـ Rainfall عندي أكبر من 75 ملم شهريا. هنا طبعا الـ Irrigation Water Required اللي هو الـ ETC للكروب مطروح من عنده قيمة هطول الأمطار الشهرية الإفكتيف، يعني أنا شقد أضيف كمية مي للمحصول أخذ بنظر الاعتبار بها قيمة الأمطار، يعني أطرح قيمة الأمطار من قيمة الـ EVAP Transpiration أو قيمة التبخر نتح اللي يتم فقدانه من خلال النتح من أنسجة النبات ومن التبخر من سطح التربة. فعلى سبيل المثال من أجي على شهر فبروري فالـ Irrigation Water Required اللي طلعنا اللي هو مطنيها طبعا الـ ETC 69 وطلعنا قيمة الـ Effective Rainfall 2 مليم، فيطلع عندي 67 ملم برده، يعني أنا يجب أن أضيف يوميا بما مقداره 67 ملم في اليوم الواحد. فهذا المفهوم، وهكذا بالنسبه لبقيه العشر. فلما اجي اكمل الحسابات راح يصير عندي هذا الجدول اللي هو الاي تي سي، وهذا مطنيه شفناه بالجدول، هذا هو نفس القيم، والبي اي ايضا مطنيه شهريا، فان البي اي افكتيف اطلعها على ضوء المعادلتين انتم اريدكم تحلوه، والارجيشن موتر ريكوايرد كميه المياه المضافه ايضا اطبق هذه المعادله على ضوء النتائج اللي طلعت لي من الإفكتيف رينفول، فيصير عندي هذا الجدول. وطبعا هاي شهريا، اذا اردت اقسمها على اطلع الارجيشن ووتر ريكواير في اليوم اقسم على 30 فتطلع عندي قيمه ما يجب ان اضيفه خلال اليوم، طبعا هذا شهري، فتطلع عندي قيمة الإرجيشن ووتر ريكوايرد اليومي بعد ما قسمت على 30، وهذا طبعا الرسم يوضح لي الـ ET كرو ماينس الـ إفكتيف رينفول ينطيني الـ إرجيشن ووتر نيد للمحصول الزراعي. هذا هو الشكل. راح نجي على مثال حتى شلون نحسب احتياجات مياه الري بدون الأخذ بنظر الاعتبار ل السويل مويستشر كونتنت او عدم اعتبار المحتوى الرطوبي للتربه. طبعا بالمناسبه انا بالمحاضرات السابقه محاضرتين طرقنا بها على انه اخذنا بنظر الاعتبار المحتوى الرطوبي للتربه، وقلت في وقتها راح نسوي محاضره ما راح ناخذ بها المحتوى الرطوبي للتربه في عمليه اضافه المياه، وهذا هو اللي قدامكم بالمثال. نفترض عندنا ارز زراعيه توسطة الرطوبة النسبية وسرعة الرياح أيضا متوسطة، وزرعناها بالبصل الجاف. هاي البيانات مال البصل
يريد من عندي؟ هذا طبعا البيانات صح نشرح التفصيل. يريد من عندي احسب تبخر المحصول المرجع الميثينول، وايضا احسب قيمه المعامل المحصول الشهري الكيسي بيرموث، واللي هو هذا المهم بالمحاضره، واحسب حاجه المحاصيل المياه، وايضا احتياجات مياه الري. فنجي على هذا الجدول. طبعا هنا عندي الكروب تايب هو البصل جاء، تاريخ الزراعة مالته 1/4، فترة الإجمالية نموها 150 يوم، ومنطيني المراحل الأربعة الانشال ستيج والديفلوبمنت والميد سيزون واللاست ستيج، ومنطيني عدد الأيام لكل مرحلة، ومنطيني تاريخ بدء كل مرحلة ونهايتها. هاي نقطة مهمة جدا. طبعا هنا طبعا أنا هذا مسوي لكم إياه على أكسل، أشوفكم إياه بس انا نقلت على الوار. طبعا انا احب ان اشتغل على اكسل، هذا كله مشتغل على اكسل، بس راح اشوفكم شلون اشتغلنا. هذا هو نفسه اللي موجود هنا، خلينا نرجع. راح هنا طبعا نقطة مهمة جدا، طبعا قيمة الكيسي اللي مثل ما نشوف هنا منطنيها لكل مرحلة، قيمة الكيسي للانشيال والديفلوبمنت والميد سيزون والليت سيزون. المطلوب من عندي كحسابات وعمليات جدول تري لازم اطلع قيمه الكي سي لكل شهر وليس لكل ستيج او لكل مرحله. ليش اطلعها لكل شهر؟ جواب، لو نجي نسخن على هذا الجدول شويه، لما نشوف المرحلة الأولية 15 يوم تبدأ من 1/4 وتنتهي 15/4، هسه احنا بشهر الرابع. لما نروح على الـ development stage نشوف بيها مشترك شهر الرابع تبدأ من 16/4 إلى نهاية شهر الرابع، وأيضا من 1/5 إلى حد يوم 10/5. بمعنى آخر انه مرحلة تطور المحصول هي جامعة الى شهرين. ولما اجي على قيمة الكروب ديفلوبمنت القاها قيمة للمرحلة وليس للشهر، يعني هنا انا عندي شهرين ممزوجة سوى متداخلة مع بعض، وقيمة الكيسي بالديفلوبمنت مطنيها 0.75% هي شاملة لفترة كاملة بدون ما اعرف هاي القيمة 75% تقول الشهر الرابع لو الشهر الخامس. وايضا كذلك بالنسبه للميد سيزون، يعني متداخل عندي الشهر الخامس والشهر السادس، ونهايه الموسم بالداخل بها الشهر السادس. وطبعا هنا شهر الخامس والسادس والسابع، وهنا بالداخل بها الشهر السابع والثامن. فإذا أنا شلون راح أحسب؟ هذا الحكي شرحناه هسه. فإذا أنا لازم أجي أفصل مثل ما أشوف، خلي قبل ما نبدأ، هذا هو قيم، هذا هو الرسم البياني لقيمة الكيسي شلون تتغير عندي، حتى ناخذ فكرة أنه قيمة الكيسي بالإنشيال تكون أقل قيمة، وبعدين تزداد عندي بالجروب ديفلوبمنت حتى تصل ماكسيمم فاليو وتستقر عند الميد سيزون، ومن ثم تبدي القيمة بالنزول. وهذا طبعا قيم الكيسي، وهذه الفترة من 0% إلى 100%، يعني هاي الجراوند بيريد أو التايم اوف سيزون أو الدايز أور ويكس أفتر بلانتنج، فترة ما بعد عملية الاستزراع للمحصول. خلينا نرجع هنا، أنا أريد أطلعها بشهر الرابع. لما نجي على هذا الجدول أشوف عندي 15 يوم شهر الرابع قيمة الكي هي 0.5، وعندي 15 يوم من شهر الرابع قيمة الكي، 15 يوم ثانية من شهر الرابع قيمة الكي 75 اللي هي متداخلة في مرحلة الكروب ديفلوبمنت. فإذا أجي أقول for April month 15 يوم قيمة الكيسي هي 0.5،
و15 يوم الثانية اللي هي في مرحلة الديفلوبمنت قيمة من شهر الرابع قيمة الكي هي 75%. فشلون على أطلع قيمة الكيسي الإجمالية لشهر الرابع؟ ال 15 يوم طبعا هنا الشهر كله ناخذ 30 يوم حتى لا تصير خربطة. ال 15 يوم على 30 طول الشهر مضروب في قيمة الكي في شهر الرابع زائدا ال 15 يوم في فترة الميد الديفلوبمنت ستيج مقسوم على 30 يوم في قيمة الكي في الديفلوبمنت ستيج. فأضرب وأجمع تطلع حين قيمة الكي سي في شهر الرابع. أجي هنا طبعا عندي شهر الخامس محصور من بين 16 طبعا نهاية من بين 30 4 طبعا واقع ضمن هذه الفترة مرحلة الميد سيزون. ليش؟ هنا طبعا دقيقة 25 يوم هنا طبعا عندي شهر الخامس. شهر الخامس عندي من يوم 10 من يوم 1 إلى يوم 10 أيام عندي قيمة الكي هي 75%. فأجي هنا طبعا اللي هي بالمي 10 أيام عندي قيمة الكي 75%. عندي 20 يوم من شهر الخامس اللي هي متداخلة بالميد سيزن ليش أن فترتها طويلة 70 يوم من يوم 11 إلى نهاية شهر الخامس اللي هي 20 يوم قيمة الكي عندي 1.5%. فأجي هنا 10 أيام 75%، 20 يوم من شهر الخامس 1.05. فقيمة الكي سي مثل ما قلنا هنا 10 أيام على 30 في 75 زائد 20 يوم على 30 في هاي القيمة بيطلع عندي قيمة الكي سي في شهر الخامس. بالنسبة لشهر جون السادس طبعا هنا مثل ما نشوف شهر جون هو واقع اصلا ضمن الديفلوبمنت الميد سيزون ستيج يعني فتره طويله. فقيمه الكي مالته راح تكون وحده هي 1.05. هنا طبعا قيمه الكي فاجي الكي سي فور جون 30 اذا بقيته او ضربت ما راح 30 على 30 راح يطلع 1 فتبقى القيمه نفسها. لشهر جولاي السابع طبعا منا عندي حد يوم 20 جولاي يعني عندي 10 ايام منا زين وعندي يعني الجولاي عندي من يوم 1 الى من يوم 1 الى يوم 20 بالميد سيزن من شهر جولاي 20 يوم قيمه الكي هذا وعندي من 21 عندي 10 ايام قيمه الكي 85%. فأجي أطبقها هنا تصير عندي هنا طبعا جون هنا طبعا هذه الجولاي هسه نحكي 20 يوم قيمة الكي 1.05 و10 أيام قيمة الكي 85% يطلع عندي 1. الكي سي الشهر الثامن شهر الثامن اللي هو طبعا هنا الفترة متداخلة قيمة الكي سي راح تصير عندي 1 بالليت سيزون هي 85%. فهنا طبعا راح نشوف هي تبقى كما هي طبعا هنا صح انا خليت 23 يوم بس هي ما لها قيمة تبقى جدا قريبة ممكن تقل بس انا بقيتها كما هي. فقيمة الكي سي راح تبقى 85%. بعد ما طلعت قيمة الكي سي الاي تي نوت هو اصلا منطينا اياها معطيات نرجع الجدول من هذا شغلي هذا طبعا هذا الاي تي نوت هو منطينا اياها واعطانا حط لك ملاحظه والكي سي حسبناه. الاي تي سي شو يساوي؟ الاي تي سي
يساوي لي الإيكينوت في الكيسي، وهذا أخذناه بالمحاضرات السابقة خلال اليومي لليوم، يعني الاي تي سي مليمتر للكليون، حتى نطلع شهري نضرب هاي القيمة في 30 يوم، هاي القيمة نضربها كلها في 30 يوم، يعني أبريل ومايو جون يوليو أغسطس، فيطلع عندي الاي تي سي لكل شهر. منطين البي، فمن المعادلات شفناها قبل شوية نطلع البي افكتيف شفناها بالمثال السابق. فبعد ما طلعنا هنا الارجيشن ووتر ريكواير، طبعا هنا نطرح الاي تي سي الشهري مطروح من عند الافكتيف رينفول، طبعا هنا 105 نطرح منها 10 يبقى عندي 95 وهكذا بالنسبه للباقي. فنطرح قيمه، نطرح قيمه البي اي من قيم الاي تي سي لكل شهر، فيطلع عندي الارجيشن ووتر ريكواير للشهر المطلوب لكل شهر من الاشهر الخمسه. الارجيشن ووتر ريكواير لكل يوم حتى اطلعه بشكل يومي، اقسم هذه القيمه على 30 يوم فيطلع عندي، فمن اقسم 95 على 30 يطلع عندي تقريبا 3.2 ملم في اليوم. هذه القيمه، هذه هي طريقه الحسابات. طبعا هاي من نجي نمثلها بشكل هيستوغرام مثل ما نشوف، هذا ساعدنا. هذا الهيستوغرام يمثل الاي تي نوت والكي سي والاي تي سي اليومي والاي تي سي الشهري حسب الالوان، والرينفول والافكتيف رينفول والريجيشن ريكواير وبير مونت والريجيشن ريكواير مليمتر بير داي. هذا هو مثل ما نشوف، اللي هو طبعا انا ايضا حاط لكم اياه هنا، هو نفسه، هذا نفسه شرحناه بالاكسل. هنا طبعا تعلمنا اهم نقطه، تعلمنا شلون نحسب قيمه كميه المياه اللي يجب اضافتها للمحصول بدون احتساب المحتوى الرطوبي للتربه، وشلون نستخرج قيم الكي سي الشهريه بالاستناد على قيم الكي ستيج الكي لكل مرحله. هذا هو الهدف من المحاضره، محاضره قصيره وكلش حلوه ولكن مهمة جدا، هي تعتبر من الأساسيات في عمليات الجدولة. المحاضرات القادمة راح تكون إن شاء الله باستخدام برنامج الكوبا وعمليات الحسابات برمجيا. أرجو من اللي يشاهدون محاضرتي أن يشاركون المحاضرة، يشتركون بالقناة تصلوا كل المحاضرات القادمة، وشكرا لإصغائكم والسلام عليكم.